السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم قبل 64 عاما أعلن الملك الراحل محمد إدريس السنوسي رحمه الله من شرفة قصر المنار من بنغازي استقلال ليبيا، واليوم نحتفل بالذكرى 64 بعد أن تحرر الوطن من ظلم نظام دكتاتوري جثم على صدره لأكثر من 4 عقود. اليوم وبعد 4 سنوات على انطلاق ثورة فبراير وسقوط نظام القذافي، ليبيا تحتفل بذكرى الاستقلال، تحتفل وهي تواجه تحديات جمة لعل أبرزها تحقيق مصالحة شاملة والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاولون انتزاع هذا الاستقلال منها. ذكرى الاستقلال والواقع الليبي اليوم هو موضوع حلقتنا من برنامج صوت الناس، ونستقبل اتصالاتكم وآرائكم عبر أرقام الظاهرة تباعاً أسفل الشاشة، وهي كالآتي: 021-3347-402 021-3347-401. كما يمكنكم متابعتنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة. ولكن قبل أن نبدأ في استقبال مداخلاتكم نخرج مع هذا التقرير من بعد نواصل، فابقوا معنا. إلى شعبنا الكريم، يسرنا أن نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949 قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة. بهذه الكلمات عام 1951 أعلن الملك إدريس السنوسي استقلال ليبيا. ففي مثل هذا اليوم قبل 64 عاما أعلن الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار بمدينة بنغازي للعالم وللشعب الليبي أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة حرة ذات سيادة تتويجا لجهاد الشعب الليبي. وتلقى الليبيون في أنحاء البلاد نبأ استقلال بلادهم بفرحة عارمة وهم يهتفون ويرفعون الأعلام الوطنية. واليوم الخميس 24 من شهر ديسمبر من العام 2015 يصادف عيد استقلال ليبيا 64 وتحررها من الاستعمار بعد ملحمة من الكفاح المرير خاضها الشعب الليبي. وإلى جانب معارك الجهاد خاض الأجداد العديد من المعارك السياسية في المحافل الإقليمية والدولية كافة والتي توجت بإعلان الاستقلال. وكان نظام القذافي قد منع الاحتفال بعيد الاستقلال طوال 42 سنة من حكمه، واستبدل به الاحتفال بذكرى انقلابه في 1 سبتمبر. واليوم نعيش احتفالات ذكرى الاستقلال بعد أن استطاع الشعب الليبي إزالة النظام الدكتاتوري الذي جثم على صدر الليبيين وتحكم في مصير البلاد والعباد 4 عقود ونيفة من الزمان، وبعد أن قدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين من أبنائه ثمنا للحرية، مسجلا ملحمة وطنية جديدة ومحققا الاستقلال الثاني لليبيا بانتصار ثورة 17 فبراير. إن الشعب الليبي اليوم في ذكرى الاستقلال 64 وهو يعيش هذا الانقسام ينتظر أن ينعم بدولة مدنية متحضرة تحكمها القوانين والتشريعات المستمدة من دينه وهويته، وتعود بليبيا لوضعها الطبيعي دولة حرة مستقلة، وأن يحذو حذو أجدادهم الأبطال في التمسك بوحدة الوطن والعمل من أجل مستقبل زاهر لهم ولأبنائهم.
السلام عليكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نخصصها اليوم لذكرى الاستقلال، ذكرى استقلال ليبيا وأن الخروج من ليبيا من الوصاية الدولية وأيضا من الاستعمار الإيطالي أنذاك قبل 64 سنة من اليوم، هو ذكرى استقلال ليبيا هذا اليوم. سنتكلم اليوم ونفتح المجال لكل المتصلين ولكل المشاهدين لاستقبال مداخلاتهم وأرائهم أيضا على ماذا، على عيد الاستقلال لهذا اليوم. أذكر بأرقام الهواتف التي ستظهر أسفل الشاشة 021 334 4702 021 334 4703 021 334 4701. ومعنا اتصال في هذا اليوم، معنا محمد من طرابلس. السلام عليكم محمد من مصراتة. السلام عليكم محمد من مصراتة. رضا من طرابلس. السلام عليكم رضا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك رضا. يعني اليوم يوم 24 ديسمبر وهو عيد الاستقلال، كيف استقبلت هذا اليوم؟ بالنسبة لاحتفالاتنا اليوم كانت ما شاء الله، يعني شفنا الرجال كيف ممتلئ بالناس. الحمد لله كان احتفال طيب. طيب لكن يعني الان لا نرى الميدان الشهداء، اليوم كان فيه عدد كبير من الناس المحتفلين في هذا اليوم، يعني هل الشعب الليبي الان بعد 4 سنوات لا زالت ذكرى الاستقلال مترسخه في في في, في قلوبهم؟ والله هم بالنسبه خصوصا لما صاير لثوره فبراير توها الثوره المضاده، بمعنى لو سمعناها ثوره مضاده يعني للصحه التسميه، شوهت 13 فبراير وشوهت هذه الذكرى عند الناس، يعني خلوهم يعتقدوا ان فعلا الامن والامان كان سابقا من توا، وحاولوا وشوهوهم به وخلوهم يكرهوا هذه يعني هذه الاحتفاليه. يعني انت شفنا السنتين اللي فاتوا كانت يعني احتفاليه طيبه وكبيره، بس السنه نعم. هذه يؤدي شويه مقارنه بالسنين اللي فاتوا يعني، وهذا سبب كل الاعلام المضلل مثال العاصمه وليبيا. طيب. اولا صادقا يعني ان شاء الله ربي يخفيهم الحج. طيب رضا، ماذا يعني هذا اليوم؟ ماذا يعني لك هذا اليوم؟ والله لو بكون معك صريح، يعني راه اليوم هذا هو يعني استقلال ليبيا، لكن راه ليبيا ما استقلتش يعني بشكل تام. راح يعني تحكي يعني من 64 سنه فاتت يعني بدون استقلال، او تحكي بعد ثوره 19 فبراير بالضبط؟ نحكي على 50 سنه فاتوا، ليبيا ما استقل استقلال تام، لما قاعد في تدخلات غربيه من يمات الملك ومن يمات القدافي الله لا ترحمه، ومنه توا في 17 فبراير. واضرب مثال لتدخل حكومه السراج اللي امس وافق المجلس الامن بالاجماع على دعمها. نعم. يعني الليبيين الليبيين ومع توافق الليبي الليبي، الامم المتحده كيف تدخل؟ دعم احنا طرف في الامم المتحده ومشاركين في الامم المتحده. لكن الامم المتحده المفروض انها تكون دعم لوجستي فقط، ما تكون مش تدخل تدخل مباشر زي اللي توا يعني. طيب طيب احنا ممكن ان دخلت في هذا المنعرج، يعني كيف يعني يمكن ان نستفيد من هذه المناسبه يعني في لم شمل الليبيين؟ والله ان شاء الله يتم شملهم الليبيين بالحكومه التوافقيه مش حكومه السراج. ان شاء الله. طيب شكرا، هي وجه خير عليهم، وباذن الله ما تجي 17 فبراير الا لتكون الليبيين متوحدين. بس طيب. عندي ملاحظه اخيره يا اخوي باختصار لو سمحت. والله ان شاء الله مشينا لميدان الشهداء وتفرجنا، شفنا حتى في التلفزيون بعدها يعني الاحتفالات طيبه، بس كانوا يبتعدوا بالله عن الموسيقى وعن الاختلاط، والله نتمنى منهم ذلك والله. طيب شكرا لك رضا، وصلت فكره، شكرا جزيلا لك رضا، كنت معنا من طرابلس. معنا اتصال اخر، معنا محمد من مصراته. السلام عليكم محمد. السلام عليكم يا اخوي سعيد. اهلا وسهلا بك يا محمد. يعني ماذا تعني لك ذكرى الاستقلال 24 ديسمبر؟ الله اكبر ولله الحمد، هذا عيد المبارك وهذا اللي نبوه احنا، وهذا علم الاستقلال نبوه طول العمر يقعد يعرف صرف ليبيا بعون الله. طيب يعني الان يعني هل احتفلتم بذكرى الاستقلال في مدينتك في مصراته؟ محتفلين به فورا في كل وقت وفي كل حين بعون الله العظيم، وان شاء الله ربي ينصر الجيش الوطني. طيب شكرا جزيلا لك محمد، كنت معنا من مصراتة.
مشاهدينا الكرام اذكر بارقام الهواتف التي تظهر الان اسفل الشاشه من الاستمراريه عبر الراديو 021-334-74-02 021-334-74-03 021-334-74-01 طلال من بنغازي. السلام عليكم طلال. مرحبا يا اخوي سلمى. اهلا وسهلا بك طلال. ذكرى الاستقلال هو 24 ديسمبر، يعني ماذا تقول في هذا اليوم؟ والله انا نبي حاجه واحده اصلا. نعم. نبغى في اتفاق بين الليبيين يكون مش مخارج ليبيا، من داخل ليبيا. نعم. طيب يعني هل تشوف ان ربما هذه الذكرى، يعني ذكرى الاستقلال، هل يمكن هي تلم الليبيين الان وتجعل الليبيين كتله واحده؟ ممكن كانوا قعدوا واحده وتبعد عن الجهويه وقباليج والاحزاب. طيب ممكن الان يعني في هذا اليوم نستذكر جهود الاباء والاجداد اللي كانوا سبب في استقلال ليبيا، ونحن نعود الى نفس النقطه الذي وصلوا لها، انهم اتحدوا تحت كلمه واحده وتحت رايه واحده من اجل ما تحصلوا على استقلال. والله اتمنى فيها ان الليبيين يردوا كيف ايام زمان ايام مجدودهم. طيب شكرا جزيلا لك طلال، كنت معنا بمغازي. ومعنا اتصال اخر، من معي؟ رضا من طرابلس. السلام عليكم رضا. السلام عليكم، نهارك طيب، كيف الحال؟ اهلا وسهلا بك رضا. رضا ماذا تحب ان تقول في هذه المناسبه؟ اولا بارك الله لنا استقلالنا، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. نعم. ونعيد على الشعب الليبي بمناسبه عيد الاستقلال، عيد 64. طيب طيب يعني ان شاء الله ما يكون هذا مش العيد الاخير، ان شاء الله من عيد لعيد، وان شاء الله بلادنا من سنه لسنه يعني تكون سنه افضل من سنه يا رب العالمين. طيب هل احتفلت اليوم بذكرى الاستقلال؟ اكيد اكيد، مشيت انا وزوجتي ومشيت انا واطفالي واهتفنا، والحمد لله يعني هذه مناسبه بالنسبه لي انا مناسبه سعيده جدا، مناسبه طيبه جدا. صح ان في شويه حاجات كانت الجموع بسيطه، وهذا يعني المفروض هو العاتق هذا يقع على القنوات، لان انا متاكد ان في ناس يعني عقولها مغيبه عن هذه الذكرى. نعم. ذكرى 64، ذكرى الاستقلال. نعم. هذا المفروض يرجع القنوات، لان الاسبوع الجاي عيد الاستقلال، ما هو عيد الاستقلال؟ نعم. في ناس ممكن ما تعرفش الامور هذه، في يعني تعرف انت زي ما يقولوا فاهم الليبي، كل واحد لا يهمه. طيب لكن ان شاء الله العوام الجايه ان شاء الله تكون عقول الناس متفتحه اكثر، ونشوفوا حشود اكثر، ونشوفوا عائلات اكثر. ان شاء الله. طيب كيف شفت الان انت، ربما تكلمت على الاعلام، يعني كيف شفت الان قنوات الاعلاميه؟ هل تركيزها كان جيد على هذه الذكرى او توضيح دور الاجداد والاباء في الحصول على استقلال ليبيا؟ والله هو صحيح سؤالك في محله، بس هو اكثر شيء عاتق يقع على اولا وسائل التعليم في المدارس، يقع على المنشورات، يقع على ائمه المساجد. يقع على يعني لو صنفها ممكن تكون عده ناس ممكن تحط عليها العاتق هذا، يعني ممكن تسوي لو تطلع انت بالكاميرا للشارع وتقول لا اول واحد مقعمل سيجار تقول له شنو المناسبه؟ اليوم يقول لك مرات ما نعرفش حد انه هو يعرف يدود وجاب خط ملوح وطرب وخلاص يعرفش ان اليوم مناسبه عيد الاستقلال عيد ال 64، ممكن في ناس ممكن متاكد انها ما تعرفش، يعني في ناس لو تعرف. نعم. مرات ميدان الشهداء ما تلقاش حتى تسوي تشوفه. طيب لكن نسأل الله السلامة لذلك ان شاء الله. طيب احنا كيف نقدر احنا مثلا كأطفالنا او الجيل الجديد، كيف نقدر احنا كمستقبلا او السنة الجاية يكون يمكن التذكير بهذا العيد بشكل اكبر ويكون له تأثير كبير جدا في نفوس الليبيين؟ والله هذه طبعا انتم طبعا بدوركم انتم كإعلاميين توجهوا رسالة لأولياء الأمور. انا ممكن عندي بنت واحدة توا مشيت انا غادي ومشيت ورفعت اليوم انا اولاد اختي ورفعت اولاد اخوي ووريتهم ان اليوم عيد استقلالنا عيد ال 64، وفرحوا بها وفرحوا بالالعاب وفرحوا بالعرض العسكري، شافوا اشبال وسواعد دولتهم وشافوا رؤسائهم وشافوا الجموع غادي فرحوا. لكن انا متاكد يعني ان العاد قضايا كلها يقع على اولياء الامور بالدرجه الاولى، وبعدين وسائل التعليم المدارس والجامعات بالدرجه الثانيه، وبعدين يقع عليكم انتم كاعلاميين. نعم نعم. طيب المفروض ان توجهوا ما هو عيد الاستقلال وامتى عيد الاستقلال، وقبلها باسبوع ب 10 ايام. نعم. تقول لك وذكر فان الذكرى قد تنفع المؤمنين، احنا ما نمدلوش وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. طيب شكرا. قصدي يعني يقع عليكم انتم اللوم شويه، يعني الحشود اليوم
زي ما قال الاخ رضوان بكري السنه اللي فاتت كانت اقوى من السنه هذه بهلبة. نعم. كانت تجي تشوف يعني. طيب ان شاء الله خير يا رب. طيب شكرا جزيلا لك رضا، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. معنا محمد مغريان، السلام عليكم محمد. محمد السلام عليكم. اهلا وسهلا ورحمه الله. اهلا وسهلا بك محمد. محمد اسمع اسمع محمد اسمع من غريان. اسمعني بسمعت التليفون لو سمحت. والله ما مش واضح الصوت كيف؟ اسمعني بسمعت التليفون لو سمحت. بس انا اليوم نفس عليك بالهاتف بس. طيب طيب محمد، الان ذكرى اليوم ذكرى استقلال ليبيا، يعني كيف نستطيع او كيف نقدر نحن نجعل هذه الذكرى في لم شمل الليبيين؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طب لكن بالنسبه للاحتفاليه بتاع اليوم، نعم، المفروض كان في الشعب الليبي كله، يعني كان المفروض كله كان في الساحه، نعم، لكن شفنا عدد قليل جدا. ليش؟ لان هذا يعتبر من ناس هيك قاعده متضايقه الحال، يا ربي راهو كمواطنين هيك تعبانين كلها، المعيشه تعبانه، معاش ولا باحتفاليه باحتفاليه، هو طيب بظروف الحياه اللي عايشها هذه. طيب لكن ممكن حتى يكون الناس مش متعوده على الاحتفال بيوم 24 ديسمبر، يعني الناس من اربع سنوات فقط يعني عرفت 24 ديسمبر، يعني في خلال الحقبه الماضيه والسنين الماضيه في النظام السابق ما كانش في احتفال ب 24 ديسمبر، فربما الناس يكونوا مش متعودين على هذا الاحتفال، او ربما يكون الوضع الحالي للبلاد هو المانع، يعني ما رايك؟ لا والله شو بنقول لك بالنسبه. الو، لا نسمع فيك تفضل. بالنسبه تو بالسنه الاولى والثانيه من الثوره هذه ومريده وضحينا بها ودرنا شهداء على خاطرها، كانت الاحتفاليات كانت الناس تطلع بروحها، حتى الاعلام بتاع الاستقلال كانت تشري فيها 54 دينار من جبهه يحط فيها الزبده ويطلع في الفلوس يشري في العالم. ليش؟ لانه فرحان بالثوره، لانه سد من الحكم الماضي. لكن من بعد ما استمرت المده وزادت الحق يا ربي بتاع كيف زي اللي طيب تعبنا طيب شكرا، تعبنا حتى في معيشتنا وعرفنا حتى نحتفل وما نحتفلوش. طيب شكرا جزيلا لك محمد مغريان، نسال الله ان يفرج علينا الليبيين، شكرا جزيلا لك. معنا ام محمد من يفرن، السلام عليكم ام محمد. اختي شهيد ان شاء الله باذن الله عبد السلام قلش. اهلا وسهلا بكم محمد. ام محمد، يعني المتصل الذي كان قبلك قال بان الاحتفال هذا اليوم ما كانش كبير وفي البنات ما طلعتش الاحتفال، يعني برايك يعني شنو هو السبب اللي يمنع الليبيين من احتفال بذكرى استقلالهم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ان اعبد الله جل جلاله والمصلى عليه محمد واله والمحمد له الوطن ورجاله. اللهم احفظ فينا لما حفظتني الذكر وانصر اهل الحق فيه لما نصر لما نصرت به الرسل. اولا اهل الحق ديما في كل مكان شويه، اهل الحق ديما في كل مكان شويه. والناس ما زال في انقسام للناس، ينقسم الناس الى فصتين، فصان في ناس لا نفاق فيه وفصان حق لا نفاق فيه باذن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس توا شوية طلعوا فإن الناس أهل الحق ديما شوية في كل مكان وفي كل زمان. نعم، لكن هنا نقطة مهمة، نقطة مهمة محمد، لكن الآن هو ذكر استقلال، يعني بغض النظر عن الأوضاع اللي صايرة في البلاد، بغض النظر عن الاختلاف السياسي أو الصراعات اللي صايرة، في الأخير هي ذكرى استقلال لكل الليبيين هذه، يعني المفروض كل الليبيين يحتفل بهذه الذكرى يعني. لأن الشعب الليبي شعب مغير، شعب مجهل كثير 40 سنة من سنوات الإنجاز، من سنوات كثير، الشعب الليبي شعب مجهل، أغلبية شعب جهل، احترام للناس الخيرة فيه. طيب. فلهذا نبقى ديما أهل الحق في كل مكان شوية، كان ما طلعوش كان ما طلعوش، المهم أهل الحق ديما شوية هم طيب. إن شاء الله الفئة المنصورة والفئة إن شاء الله اللي الله سبحانه وتعالى بيأيدها، ونقول يعني الخطة في الصغيرة دوروا على ليبيا، إن كان في خريطة غير ليبيا اللي موجودة توا في ليبيا، في شمال أفريقيا يدوروا في ليبيا ثاني بس اسمها، لكن إن شاء الله بإذن الله أهل الحق. طيب. واحنا الحق في كل مكان ان شاء الله منتصرين، ومهما صارنا من ضر ومهما صارنا من اذى، لكن نعم. ليبيا مش هتضيع باذن الله، والله سبحانه وتعالى معانا، ومهما عملوا ومهما الامر على ليبيا، فان الله سبحانه وتعالى يمكر وهم ينكرون والله يمكر طيب. وهو خير الذاكرين. طيب شكرا جزيلا لك محمد. ان شاء الله يحفظها بما حفظني الذكر. طيب امين يا رب العالمين، شكرا شكرا جزيلا لك ام محمد، كنت معنا من يفرن. مشاهدينا الكرام نخرج لهذا الفاصل، من بعد نواصل، فابقوا معنا. Thank you.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج صوت الناس. اذكر بعنوان حلقتنا هذا اليوم، نتكلم اليوم عن الذكرى 64 من ذكرى الاستقلال في هذا اليوم الذي هو يوم الخميس، وياتي بعد يوم الميلود. نفتح المجال لكل المتصلين من جديد لاستقبال مداخلاتكم. اذكر بارقام الهواتف لمن يستمع لي عبر الراديو 021 334 74 01، 021 334 74 02، 334 74 03. ونبدا من جديد في استقبال مداخلاتكم او اتصال. نعم بعد الفاصل. سعد من طرابلس، السلام عليكم سعد. سعد السلام عليكم. سعد السلام عليكم. سعد يبدو ان خطا الاتصال، ارجو ان تعيد الاتصال بنا من جديد. مشاهدينا الكرام، نتكلم اليوم عن ذكرى الاستقلال، الذكرى 64. معنا محمد بن مغازي. السلام عليكم محمد. السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ. اهلا وسهلا بك محمد. يعني محمد مبارك. نعم طيبين ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك محمد. اليوم نتحدث عن ذكرى الاستقلال، ماذا تحب ان تقول في هذا اليوم؟ اسعد يوم في حياتنا اليوم. طيب يعني كيف؟ معلبين كلهم، معلبين كلهم طبعا. نعم نحن بدون. نعم هو عيد كل الليبيين، والكل الليبيين من المفروض ان يسعدوا بهذا اليوم لانهم اخذوا استقلالهم. ماذا تحب ان تقول في هذا اليوم؟ اقول اول حاجه فيه ملحوظه بالنسبه لاذاعتكم المكرمه هذه. تفضل. هي طبعا في لقطات حطوا فيهم طبعا من عيد الاستقلال وعيد و 17 فبراير، لكن في لقطات تحت تصميم تاع الفتح هذه. لا هذه ممكن في في التقرير، يتكلم على ان كان في 42 سنه لم تحتفل الليبيين بذكرى الاستقلال لان كان ممنوع، وكان في ذكرى 1 سبتمبر يعني عهد النظام السابق. لا حتى تنطقها انت سيادتك انت المحترم تنطقها بالسنه مقبوله، لكن هذه ما تحققش الصوره. طيب ايام عمر. طيب نعلم. طيب نحترم رايك. نحترم رايك، لكن خلينا نقعد في نص الموضوع وفي سياق الموضوع. ماذا تحب ان تقول في هذا اليوم، وكيف نستطيع نحن يعني في هذه المناسبه اللي هي ذكرى الاستقلال ان نجمع شمل الليبيين؟ عيد الاستقلال هذا مبارك على الليبيين كل العيد هذا 24 ديسمبر. وبالنسبه ل نعم العيد هذا عيد مبارك على الليبيين كلهم، والدستور نتاع الملك الاول. نعم ايوه هذه الحاسين هذه اللي يطبقها في ليبيا، ليبيا تقدم لو وقود كلنا واحباب واهل كلنا. طيب شكرا جزيلا لك سيد اسعد، وصلت الفكره. كنت معنا مغازي، معنا عبد الحكيم من طرابلس. السلام عليكم عبد الحكيم. طيب اخوي اسماعيل. اهلا وسهلا بك عبد الحكيم. عبد الحكيم، ذكرى الاستقلال في يوم الاستقلال، ماذا تحب ان تقول؟ والله اول حاجه نهنيك اخوي طيب الناس الطيب المسؤول هذا، نسأل الله في زاحة حسناتكم. شكرا جزيلا لك. الطيبين يا اخي صهيب، الله سبحان الله، شوف انت اخي صهيب. ربي عز وجل ان هذه الثوره بامر الله مسموره بامس قريب امس مولد النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. واليوم عيد الاستقلال وذكرى عيد المسلمين اللي هي الجمعه. نعم. متتاليات، والله يا اخي صهيب فرحانين بكل سرور برغم من النقص ومن المعاشر والحاجات السلبيه، ولكن باذن الله هي نفرح بها عيد هذا طيب، ولكن زادنا الامرين فسدوا الحمد لله شافوا الاستقلال نتاعهم بدمائهم. نعم. ثم شبابنا وثوارنا والناس الطيبه والخير اللي نفعوا بثور 17 فبراير. نعم. ولو حتى انتهم بقلبة ان هم مسرور يشوف اخوته الليبيين يهتموا في ميدان الشهداء الفرحة. نعم. جميع البيوت الليبية من شرقنا من غربنا من شمالنا جنوبنا. نعم. الدعاء دائما وصدقان باذن الله ما بعد الضيق المطر. نعم. ربي عز وجل ان هي هذه الثورة مطلوبة باذن الله، والله اكبر الله اكبر لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب شكرا جزيلا لك عبد الحكيم، كنت معنا من طرابلس. معنا سفيان من الجفرة، السلام عليكم سفيان. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك سفيان. سفيان، هل كان هناك احتفالات في مدينة الجفرة وكيف كانت؟
الله اكبر ولله الحمد، هذا عيد النصر وهذا ان شاء الله بعون الله وراء النصر بقدرة الله ربي ينصر جيشنا ويصبح. طيب طيب سفيان 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 شكرا شكرا جزيلا لك سفيان، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك سفيان. اتصال اخر معنا، اتصال اخر. نعم مذكر مشاهدينا الكرام بارقام الهواتف اللي ما يستمع لي عبر الراديو 021 334 74 02 334 74 02 334 74 03. نتحدث اليوم عن ذكرى الاستقلال ونتكلم عن اليوم الذي يلي مورد نبوي الشريف، وكما قال احد المتصلين بان ثلاثه اعياد في ثلاثه ايام، ذكرى ان المورد النبوي وكذلك عيد الاستقلال ثم غدا الجمعه وهو عيد لكل المسلمين. اليوم بعد 64 سنه من استقلال ليبيا وبعد اربع سنوات احتفال فقط بعد نظام سابق جثم على صدور الليبيين 42 سنه، في هذا اليوم نفتح المجال لكل المتصلين ولكل المشاهدين لقناة التناصح أن يدلوا بآرائهم وأن بمداخلاتهم في ذكرى هذا اليوم. ومعنا مروان من طرابلس. السلام عليكم مروان. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك مروان. مروان أهلا بك. طيب مروان الآن أحد المتصلين قال بأن ثلاثة أعياد ميلود وأيضا اليوم عيد الاستقلال وغدا هو يوم الجمعة عيد لكل الليبيين، كيف استقبلت ذكرى الاستقلال؟ اولا انا احب انقذ اللهم يا مروان. مروان مروان هل تسمع فيها مروان؟ يبدو ان قطع اتصال، ارجو ان تعيد الاتصال بنا من جديد. معنا فتحي من جمينس. فتحي السلام عليكم. فتحي اسمعني من سماعة التليفون لو سمحت. السلام ورحمه الله يا اخوي. اسمعني من سماعه التليفون ونقص التلفزيون لو سمحت. ان شاء الله. طيب فتحي. حاضر داعي كيف. تمام كويس. فتحي ماذا يعني لك هذا اليوم؟ نعم نعم معك. ماذا يعني لك اليوم الاستقلال؟ الو فتحي تسمع فيها. فتحي اسمعني من سماعه التليفون. يوم الاستقلال. نعم أريد أن أقول لك يا أخوي أن الشعب الليبي اليوم غير سعيد بهذه المناسبة، لأن وقتها كان القمل يجارى علينا وما عندنا الصابون، الشيء المعفن اللي كان ماسك كل. نعم فتحي بالخطأ اتصال، أرجو تعيد اتصال بنا من جديد. فتحي كنت معنا من جمينس. مشاهدينا الكرام لازلنا نستقبل اتصالاتكم وارائكم عبر الارقام الظاهره تباعا اسفل الشاشه. تكلم احد المتصلين وقال بان اليوم كان عدد طبيعي من جديد. نعم مروان من طرابلس. السلام عليكم مروان. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه اخوي صهيب. اهلا وسهلا بك مروان. مروان يعني سالتك سؤال قلت لك بان اجتمعت ثلاث اعياد في ثلاثه ايام، مورد نبوي وكذلك اليوم ذكرى الاستقلال وغدا يوم الجمعه، كيف استقبلت هذا اليوم؟ الحقيقه هذا يوم عظيم، هذا يوم مجيد في تاريخ الامه الليبيه، يجب علينا ان نفرح جميعا بهذا اليوم على اختلاف في مشاربنا وعلى اختلاف في حتى توجهاتنا وافكارنا. في مثل هذا اليوم بنيت الدوله الليبيه الحديثه، كان يوم عظيم فيه معاني عظيمه، منها معنى التسلسل ومعنى اللقاء والتعاون والوحده. لمن لا يعرف ومشكلتنا نحن اخوي صهيب نحن لا نعرف التاريخ لا نقرا التاريخ. نعم اجدادنا فيما سبق تنازلوا لبناء هذه الدوله لبناء هذه الامه الحديثه. نعم الان ما نراه الان من تفتت وتشتت لن يقودنا الا الى بيع او الى التنازل او الى الاستغناء عن تضحيات اجدادنا. يجب علينا ان نعيد قراءه التاريخ عبر طيب 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 مروان استقلال هذه ما تنقصنا الان. مروان يعني كيف نمكن احنا مثلا نستذكر دور الاباء والاجداد في استقلال ليبيا ونسقطه على الواقع الان الحالي لنستفيدوا من الاخطاء بتاعهم؟ صح صحيح اخوي صهيب. المشكله مشكلتنا نحن الان نجد من يتنازل، لكن ما الذي تتنازل لاجله؟ اجدادنا فيما سبق تنازلوا وتنازل البعض منهم للاخر في سبيل وحدة الوطن، في سبيل الرقي بالوطن. الآن نشاهد من يتنازل عن مبادئه وعن ثورته من أجل مصالح شخصية، وهذا لن ينجح لن يدوم. نعم أجدادنا استطاعوا أن ينالوا استقلالهم عندما تنازلوا للحق
ألا أن تتنازل عن الحق، هو هذا، هو هذا المطلوب. نعم. أما أنك أما التنازل للأهداف الضيقة والأهداف الحزبية الصغيرة هذه، نعم. والله لن تجر البلاد إلا لما هو أسوأ. طيب. والله المستعان. طيب شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة. كنت معنا من طرابلس مروان، معنا اتصال آخر، معنا مفتاح من طرابلس. السلام عليكم مفتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك مفتاح. اليوم نتحدث عن ذكرى الاستقلال 24 ديسمبر، ماذا تحب أن تقول في هذا اليوم؟ أول تحياتي ليك وتحياتي للكنترول أسلوب الطيب. شكرا جزيلا. وتحياتي لقناة التناصح، قناة طيبة، قناة الدين والقرآن. شكرا جزيلا لك، تفضل. وربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يجمع شم الليبي يحقن دماء الليبيين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. وتعرف يا أستاذي عمري 50 سنة توني. نعم. أنا كنت والله ما نعرف عيد الاستقلال صدق. طيب لكن الاعلام تو القذافي قبل عيد الفاتح، بيسمي عيد الفاتح تنظيف بلاد، شهر شهرين تنظيف البلاد وضي وبرنامج وكل شيء. نعم. حتى العالم يعرف ان 1/9 عيد مثلا القذافي عيد الفاتح. نعم. لكن احنا ليه نقولوا قدوه مثلا الاستقلال 24 استقلال ما نعرف وش بكون. نتمنى من الاعلام، نتمنى من الليبيين انه بعد قبل بشهر بشهرين تكمل بلادي فتلك البلاد. نعم. معناه اعلانات غدوه مثلا غدوه كذا مناسبه كذا استقلال. نعم. بش نفهموا والله قلت لك 50 سنه. نعم. ما طيب. لكن كنا لك سيد مفتاح سبحان الله منسينا في كل شيء يا استاذي. طيب لكن سيد مفتاح ممكن احنا نشوفنا الليبيين يطلعوا كل شيء، اعطيهم حقوقهم يا استاذي، اعطيه خلص الناس، خلص المرتبات هذه اللي 7 شهور ما خلصت مسكين، يطلع ياخذ علامات يهيج. لكن الدولة ضاغطة ووقف مرتبات والحالة تصبح فيها الخبز ولت بربع جنيه والغاز ما فيش وبنزين، كيف تبيك تطلع كيف يفرح؟ بحبح على الشعب ولا تلقاها ملايين البرة يا سادي. طيب ربي يحفظكم، تحياتي ليك. طيب شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة سيد مفتاح. كنت معنا من طرابلس. مشاهدينا الكرام نستقبل اتصالاتكم ونعود من جديد لاستقبال اتصالاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. نلفت عناية مشاهدينا الكرام على القمر الصناعي عربسات بدر إلى إعادة ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد 11765 أفقي، كما ننبههم إلى أن الاستقبال على التردد الحالي 10810 سيتوقف بنهاية شهر ديسمبر لهذا العام. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج صوت الناس. نذكر بموضوع حلقتنا هذا اليوم، نتكلم عن ذكرى الاستقلال، ذكرى 64 من ذكرى استقلال ليبيا الذي كان في سنه 1951. ونعود من جديد لاستقبال مداخلاتكم، ومعنا محمد من طرابلس. السلام عليكم محمد. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك محمد. يعني كيف ريت الاحتفالات لعيد الاستقلال اليوم؟ والله يا اخوي اليوم طلعنا ومشينا الميدان الشهداء، والله اجواء احتفاليه كانت رائعه جدا، والشعب كان كلها طالع وكلها كان يعني معبي الميادين ومعبي جميع ميدان الشهداء. نعم. وكانوا من يعني بالاحرى كلهم رافضين لحكومه الصخرات، هذه الحكومه العميله اللي في الصخرات. نعم. وكلها كانت تحتفل بالذكرى 64، وكلهم كانوا فرحانين لوجود ابرز الشخصيات اللي هي كانت نوري بوسهمان ورئيس. نعم. حكومه الانقاذ الوطني خيفه الغويل. نعم. يعني كانت فرحه مش عاديه الحق. نعم. لكن سيد محمد، يعني في بعض المتصلين او واحد من المتصلين قال بان العدد ما كانش كبير، يعني يعني الليبيين هلبا الليبيين ما احتفلوش بهذا اليوم اللي هو يوم الاستقلال، يعني انت تشوف السبب هل هو الوضع اللي صاير الان الحالي، ام ان شعب مغيب 42 سنه لم يحتفل بعيد الاستقلال نتاعه فما كانش رده فعل يوم كبيره يعني؟ والله
هو يا اخوي سويب في ناس هالبهذيل في توا في واحد تحدث تعود قال عمري انا 50 عام ما يعرفش يعد استقلال عند الحق لان القذافي كان مغيب علينا حتى هذه وكان طاغي بيعيد الاستقلال هذا عيد الاول من سبتمبر بتاعه عرفت يعني ناس ما يعرفوش اليوم هذا فهمت نعم نعم طيب الحضور في ميدان الشهداء يمكن في الشوارع عندي كان قليل شويه لكن في ميدان الشهداء الحق كان مهيب يعني طيب طيب وصلت الفكرة سيد محمد كنت معنا من طرابلس شكرا جزيلا لك معنا أنس السلام عليكم أنس السلام عليكم أهلا وسهلا بك أنس تحية ليك وتحية البرنامج تحية لكافة مشاهدي البرنامج قناة الطناصة الكل ونهني الليبيين بعيد الاستقلال وإن شاء الله يكون بادرة خير على كل ربوع ليبيا طيب شكرا جزيلا لك يعني سيد أنس كيف تبعت اليوم احتفالات اليوم وهل احتفلت أنت بهذا اليوم ويعني ما تحب أن تقول في ذكر الاستقلال بصراحة بالنسبة للاحتفال بعيد بعيد الاستقلال كانت احتفالات خجولة صراحة نعم خجولة ولو ان شنو السبب؟ كان في 24 نعم شنو السبب يعني الان قلت خجولة كانت فما السبب ان هي كانت احتفالات خجولة اليوم؟ لان واقع الحال الضغوطات الموجودة على ليبيا الضغوطات الموجودة على المواطن عدم إلمامنا واحتفال بالمسؤولية وجود الضغوطات اللي صايرة على صناع القرار السياسي خيبات الأمن الموجودة إحباط المواطن الليبي بالواقع السياسي المعاش صراحة لا. يعني يحطوا نصب عيونهم إن ليبيا أكبر من هيك الوطن اللي نعيش فيه ونعيش فيه داخلنا الوطن حاجة إلى مشاركة من الكل سواء كان مواطن عادي سواء كان سياسي مشاركة فاعلة جدا ربط الماضي بالحاضر ربط استقلال ليبيا بالواقع المعاش يوميا اللي يعيش المواطن الليبي صراحة الحي طيب طيب لكن الان هي بغض النظر عن اختلافات سياسية او الصراعات اللي صايرة في البلاد هو احتفال لكل الليبيين طبعا ما قلنا شيء لكن اسمع المواطن عنده نفسيه عنده حقوق انه يشوف مثلا لما بيشوف بشيء يحتفل وواقع الحال هو اللي بيفرض الشيء نفسه هذا وقائع موجوده من عندنا احنا موجوده في داخلنا لو بنحتفل انا والضغوط الموجوده عندي ما بنقولش ان الضغوط الموجوده عندي سواء كانت ضغوط دوليه ضغوط سياسيه ضغوط نعم. حتى يوميه موجوده للمواطن الليبي وانت كيف تبي يحتفل صراحه نعم طيب طيب سؤال اخير نختم معاك يعني احنا الان ذكر الاستقلال كيف نحن نزرع حب الوطنيه وحب الوطن في نفوس الاجيال الجديده وكيف خلونا هي فعلا يعني تتذكر بان عيد الاستقلال هو يوم كبير جدا على ليبيا. بالعكس توظيف الجانب التوعوي، توظيف الوعي السياسي، الوعي التثقيفي لهالقيمه الرمزيه لها هذا من خلال ربط الماضي، ربط الاباء، كفاح الاباء والاجداد، تواصل الجنريشن. الجنريشن مع تواصلهم بطريقه مميزه جدا، توظيفها من خلال الميديا الاعلام، من خلال التعليم، من خلال ورش العمل، من خلال حتى الانجازات الملموسه للحكومه الجايه والحكومه المقبله، الانجازات الملموسه لان واقع الحال يفرض علينا انجاز ملموس حيقتبل حيبعد في التاريخ، حيسجل في التاريخ، من بني على شيء جيد وشيء عميق حيذكر في التاريخ. طيب انس شكرا جزيلا لك، وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك، معنا جهاد من طرابلس، السلام عليكم جهاد. جهاد السلام عليكم. جهاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جهاد اليوم الاستقلال 24 ديسمبر، يعني كيف شفت اليوم هذا؟ اول حاجه الله اكبر. كيف شفت اليوم؟ نفرح مع الشهداء الاغرار وتحيه للثوار المخلصين لله وفي مريضهم. هل انت احتفلت باليوم انت طلعت ميدان الشهداء اليوم؟ وثاني حاجة مسألة اللي طلع ميدان الشهداء سمع كبير مصاب هذا كبير هذا اللي أبيض يطلع هذا اللي بيجي شرفات الصين اللي يحب بلادها مش بالفلوس بلادها فيها عليها في دولة التاريخ تمام تمام يعني أنت الآن اليوم طلعت اليوم في ميدان الشهداء وشفت الناس محتفلة اليوم لا لا ما شاء الله عفوا اللي قال لك التشويه هذا بالعالي بيدير الفتنه بين الليبيين هذا طيب شكرا لك جهاد شكرا لك يا جهاد احنا يا اخوي شعيب نعم تفضل يا جهاد احنا فرحانين زي هنا والابطال فرحانين من قلوبنا فرحانين مش فرحانين احنا فرحانين طيب 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 ربي يحفظك ان شاء الله تحيه لي القناه
الجريمه وفي يحفظ الليبيين. طيب ما كل الليبيين يا رب. شكرا جزيلا لك جهاد. شكرا يا جهاد، شكرا يا جهاد، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال اخر، محمد من طرابلس. من مغازي، عفوا، محمد من مغازي. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد، يعني ممكن شفت الجهاد طفلي كان قبلك، سعيد جدا باحتفال بهذا اليوم، كيف نقدر احنا نزرع حب الوطن و يعني ذكرى الاستقلال في قلوب الاجيال الجديده؟ والله اولا حاجه نشكرك ونشكر جميع المكثفين للبرنامج. شكرا. وبالنسبه لنا نحتفل بهذا الاستقلال ان شاء الله تعالى، نتمنى بالتحقق بالله قبل كل شيء، لان تدرون التحقق بالله سواء في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب. عدم التحقق بالله سبحانه وتعالى وطيع الله سبحانه وتعالى نبعد عن الحرام وعن الشهويه والعربيه، سوف نبنى دوله قويه بعيد عن الوصايا وبعيد عن دول الخارج وبعيد عن دول شيء. ونحن نقول لله الحمد، لله الحمد، لله الحمد، والله تلقى فيها الخير باذن الله سبحانه وتعالى. سوف تبني هذه الدوله على حق وعلى ونبعد عن الجميع الباطل، ونقول مبروك لجميع الليبيين، وان شاء الله ربي يجمع على الخير واستاذنا. نعم. ومحتاجنا ان شاء الله يا رب. نعم، نسال الله تعالى ان يلم جمع الليبيين. شكرا جزيلا لك محمد، كنت معنا من بغازي. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، لازلنا نستقبل اتصالاتكم وارائكم عبر ارقام الظاهره تباعا اسفل الشاشه، واذكر بارقام الهواتف لمن يستمع الي عبر الراديو 021 334 74 01، 021 334 74 02، 021 334 74 03. نتحدث اليوم عن ذكرى الاستقلال بعد 64 سنة من إعلان استقلال ليبيا في مثل هذا اليوم، وبعد وفي هذه الظروف التي أتت بعد 4 سنوات من تحرير ليبيا في ذكرى 17 فبراير، اليوم يأتي ذكرى الاستقلال. آراء متفاوتة بين المنتصرين، هناك من يقول بأن الاحتفال كان خجول وكان لم يكن كبير، وهناك من يقول بأن ميدان الشهداء كان مكتظ بعدد كبير من الناس محتفلين بهذا اليوم. على كل، لازلنا نستقبل آرائكم. ومعنا أبو المنتصر من طرابلس. السلام عليكم أبو المنتصر. السلام عليكم أخي سعيد. أهلا وسهلا بك أبو المنتصر. 24/12/2015، ماذا يعني لك هذا اليوم؟ والله ما يعني لي أي شيء بالنسبة للتاريخ هذا. لماذا يعني؟ أليس استقلال ليبيا هذا اليوم؟ لأن احنا ما نعرفوش القصة هذه حتى في الكتب وفي التاريخ، لما قرينا ما قريناش هذا. تمام. ممكن يعني كان نظام سابق جات مع الليبيين كان نحي ذكرة الاستقلال من أساسه. لكن المفروض مورين يعني موضحين الإعلام كذا، مش يجيك في يوم وليلة المفروض استقلال، وضح استقلال. لكن تو ممكن 4 سنوات نحتفلوا به بعد 17 فبراير. من ما يحتفل به حد، راه نقول لك الصحراء بالنسبه للشعب الليبي. نعم. ما مش فاضيين للاحتفالات ولو الاستقلال ما استقلال، لان هم مش مستقلين اصلا قاعدين. كيف بيحتفلوا باستقلال هم مش مستقلين؟ يعني انت تقول لما يتحقق الاستقلال اصلا، يعني هم مش مستقلين اصلا الليبيين، الله يكون في عونهم وخلاص. طيب طيب، لكن هل ربما احنا نخلو هذا اليوم اللي هو كان قبل 64 سنه كان يوم عظيم جدا لليبيا، يعني هل ممكن احنا نخلو هذا اليوم ونسقطوه على واقعنا ونحاول نلموا به شمل الليبيين في هذا الوقت؟ والله خلي نقول لك يعني بالواقع اللي عايشينه، ان يعني شوف انت لما تطلع الصبح. نعم. حتى حق خبزه ما عندكش، اي استقلال باحتفال تحت الدين. لا لما انا ما حكيش يا اخوي ابو المنتصر، يا اخوي ابو المنتصر، انا ما نحكيش على الاحتفال، نحكي نحن اللي هذا اليوم هو يوم كبير كان لليبيين، يعني كانوا الليبيين في تحت وصايه دوليه واستعمار الايطالي وبعد الانجليزي والانجليزي، وكذلك كان تحت وصايه دوليه، يعني اعطاهم استقلالهم في هذا اليوم، علاش ما نخلوش هذا اليوم احنا منطلق ان احنا نلم جمع شبه الليبيين بعد 64 سنه؟ والله ان شاء الله ديما احنا ديما مجتمعين الليبيين، لكن احنا قاعدين تحت الوصايه للاسف الشديد، قاعدين ما استقلناش، ما الحكومه اللي تو هذه يقولوا وثاق ما وثاق، منو دايرها؟ ما دايرين الغرب، ما قاعدين تحت الوصايه الان. طيب شكرا. ما داروش الحوار الليبي، خير ما داروش هذا كله احنا ما زلنا تحت الوصايه من اللي تبي. طيب وصلت الفكره سيد ابو المنتصر، اخوي ابو المنتصر كنت معنا، شكرا جزيلا لك، وصلت الفكره. معنا وسام بن مغازي. السلام عليكم وسام. السلام ورحمه الله، ايش الاخبار؟ اهلا وسهلا بك. نتحدث اليوم عن ذكرى الاستقلال، يعني كيف تبعت ذكرى الاستقلال وماذا يعني لك هذا اليوم؟ يوم جميل ورائع والله يا اخوي، عرفته.
يعني هل شفت احتفالات وش رايك في الاحتفالات؟ هل كان الاحتفال يعني كبير بالنسبه لليبيين او انه خجوله لبعض رقوت البعض؟ وسام انقطع اتصال، ارجو ان تعيد الاتصال بنا من جديد. سيد وسام كنت معنا بمغازي، مشاهد معنا ابو مؤمن من طرابلس. السلام عليكم ابو مؤمن. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك ابو مؤمن. ابو مؤمن، يعني من خلال ذكرى الاستقلال هذه، كيف نزرع الروح الوطنيه وحب الوطن وكذلك لم شمل الليبيين في هذا الوقت؟ في الحقيقه هذا يوم تاريخي جدا 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 بكل المقاييس. نعم. في ليبيا، في تاريخ ليبيا. وتاريخ ليبيا هذا اللي هو يعتبر يوم 24 يعتبر احنا نقولوا له وسام شرف الليبيين كلهم. لان الاباء والاجداد الاوائل اللي اسسوا الدوله الليبيه نعم كانوا على قدر من الوعي وقدر من الـ من الـ من الحس الوطني وحب ليبيا وحب الدين كان مزروع فيهم، وكان يعني حتى قصة الاستقلال ممكن اغلب الليبيين يعرفوها كيف كانت. نعم. وكيف كان الغرب انه هو يحاول انه هو يسيطر ويتحد على ليبيا. نعم. لكن كانوا فيها رجال يحبون البلاد ويحبون وكان الاستقلال يعني نتيجة القتال اللي كان والجهاد الليبيين ضد الاستعمار بجميع اصنافه، من الاستعمار الاستعمار الايطالي للاستعمار الانجليزي والامريكي، وتوج بالاستقلال، وكان الاستقلال هذا يعني ان الليبيين يملكوا نعم طيب يملكوا مقدراتهم، لكن الاستقلال يحتاج الى صدق. طيب ابو مؤمن، ابو مؤمن انا سؤال انا مهم جدا، يعني كيف يمكن احنا نستفيدوا من هذه الذكرى في ان احنا نلموا شمل الليبيين ونحطوا يعني الليبيين في 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 يعني كتلة واحدة ويكونوا يد واحدة؟ ليبيا، تاريخ ليبيا او احنا نقولوا التاريخ يعود نفسه. التاريخ لما يعيد نفسه معناها احنا يا ليبيين موجودين تو على الارض ليبيا لازم نكونوا كابائنا. طيب يعني الارض هذه اللي احنا عليها لازم نحترموها ونقدسوها، لان الله سبحانه وتعالى امرنا. طيب. ان احنا ندافع عن وطننا وندافع عن سيدنا. سيد ابو مؤمن ابقى معنا، ناخذ اتصال ثم نعود اليك من جديد. معنا ابو محمود من صبراته. السلام عليكم ابو محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو محمود، ابو مؤمن الان قال بان ذكرى الاستقلال هي وسام شرف لكل الليبيين، ماذا تقول انت في هذا اليوم؟ والله ذكرى كويسه وباهيه، لكن والله هو الاحتفالات واجب علينا ان نحتفل يعني ب الاعياد الثلاثة فقط يعني، لكن مع ذلك يعني كويسة الاحتفالات، لكن هي ليست ذكرى دينية انما هي ليست ذكرى دينية انما هي ذكرى وطنية بعد 64 سنة من استقلال ليبيا. اي والله كويسة وذكرى، وبارك الله في الاباء والاجداد اللي ضحوا من اجل ليبيا في الماضي والحاضر والمستقبل ان شاء الله، يعني هذا نتمنى لهم كل خير، يعني دعاء لله نعم. لله سبحانه وتعالى ان يجزيهم كل خير على هالاشياء اللي داراها. نعم. ولذلك احنا يعني تو يجب الشخص ان ينظر للمستقبل احسن من الماضي. نعم. احنا ما بدينا تبنى الدولة يعني على اسس سليمة صحيحة يعني بقيم واخلاق طيب. اسلامية صحيحة، فلذلك نسأل الجميع يعني ان يتضرعوا للدعاء للوطن بالخير طيب وصلت الفكرة. نسأل الله تعالى ان نجمع شمل الليبيين. سيد ابو محمود كنت معنا من صبراته، شكرا جزيلا لك. نعود لسيد ابو مؤمن لنختم معه هذه الحلقة، يعني ماذا تحب ان تقول للشعب الليبي في هذه الذكرى؟ كلمة أخيرة. الحقيقة من خلال برنامجكم الموقر هذا، من خلال قناتكم الطيبة، ونسأل الله ان يوفقها نعم في نصرة هذا الشعب الليبي الذي كافح والذي ناضل نعم من 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 نهايات القرن الثامن عشر الى وقتنا هذا. نعم. نتمنى من الشعب الليبي ان القيادات والنخبة السياسية والثقافية في ليبيا بالاخص شمالها جنوبها نعم. شرقها غربها
ان نكون على قلب رجل واحد، وان هذه البلد تسع الجميع، وان هذه البلد ارض الليبيين. اذا استراحت ليبيا حتستريح مصر، تستريح نعم. تونس، تستريح الجزائر. ونسال الله ان يوفق ولاة امورنا اجمعين، لان لما اللي صاير توا حاليا لا نعم. يرضي احد، ونكون مضحكة للعالم اجمعين. طيب نسال الله ان يوفقنا جميعا وان يهدي الليبيين الى ما فيه خير هذا البلاد. طيب شكرا جزيلا لك ابو مؤمن، كنت معنا من طرابلس. شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام، الى هنا نصل الى نهايه حلقه اليوم ببرنامج صوت الناس، والذي خصصناها للحديث عن ذكرى الاستقلال. يمكنكم التفاعل معنا والتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهره اسفل الشاشه. لم يتبقى لي في هذا اليوم الا ان اشكر كل من اتصل بي من المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج عبر قناه التناصح. نلتقي باذن الله تعالى غدا على نفس الموعد، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.